يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من قول ابن مسعود رضي الله عنه: فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نبيه، هل الجلوس المقصود به الجلوس للتشهد أو الجلوس بعد الصلاة؟ بمعنى هل الدعاء قبل السلام أو بعد السلام؟ الدعاء يجوز قبل السلام وبعد السلام، لكنه في داخل الصلاة أفضل، داخل الصلاة أفضل الدعاء فيها، لأنه في صلب العبادة. وأما بعد السلام فيكون على أثر العبادة، ولا شك أن صلب العبادة أفضل. نعم.